نعود إلى مواصلة الحوار في دفاتر سياسية مع ضيفنا اليوم الدكتور أحمد المناعي، رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية والمعارض السابق لنظام بن علي. والحقيقة أني أشك في أنه ما زال أيضا إلى اليوم معارضا للسلطة القائمة. سيد أحمد، غير بورقيبة، أنت رغم اللي تقيم في قرية آنذاك، يعني الوردانين، وتحت لك الفرصة أنك تلتقي شخصيات قيادية في تلك المرحلة في تونس، من بينهم الزعيم فرحات حشاد. فرحات حشاد هو الذي يعني كان جاء، أنا قابلته يعني لا أقل من 3 مرات في الوردني، كان يجي هو عبد الله فرحات، وكنت أنا نحضر لهم. هذا في الخمسينات؟ في الخمسينات يعني، في لا الأربعينات، في الأربعينات، نهاية الأربعينات، لأنه هو توفي سنة 52، لأنه هو أشار علي بالتسجيل في المدرسة، كنت وقتها في الكتاب، فأنصحني قال لي لا أمشي للمدرسة وهكذا. يعني دخلت أنا وسجلت في المدرسة الابتدائية، يعني لا أقل من 3 مرات أذكر أنه جاء للوردانيين إلى ذلك، وشخصيات أخرى فيما بعد في الخمسينات، يعني خاصة شخصيات. شو اللي كان يميز فرحات حشاد؟ والله يعني وقتها أنا ما الصورة اللي أحفظها عنه، يعني رجل طيب. رجل طيب لا تصنع زعيم. لا يعني أنا لم أكن في عمر يستطيع بها أن يقيم إذا هذا زعيم ولا مش زعيم. الأكيد أنه وقتها يعني كان عنده كثير من يعني عنده كثير من التأثير على من حوله، يعني في الحانوت يعني عندما يجيوا هو وعبد الله فرحات يعني يجتمعوا من حولهم كثير من المواطنين، مش يعمل خطب يعني، لا يعني جلسات، لكن هو الرجل المهيمن على الجلسة. على كل يعني مش قادر في الوقت هذاك في 48 ولا 49، مش قادر ان يقول لك يعني هذا زعيم ولا رجل دولة ولا. نعم. أحمد بن صالح، كان لقائك به في مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 53. اي يعني هاول في عندما اختل حشاد يعني اخذوني الى بيت حشاد لمصاحبه نور الدين في رادس. بقيت يعني حوالي اسبوع او 10 ايام في العطله هذيك. وكان يعني مقر اقامه الزعيم فرحات حشاد قريب من مقر يعني سكن خالك عبد الله فرحات، يعني مقر سكن احمد بن صالح مصطفى الفيلاني. لا احمد بن صالح جاء فيما بعد الاستقلال، هو يعني قريب من مصر الفيلالي، صحيح قريب من عبد الله فرحات، يعني الديار يعني تعمل مثلث، دار حشاد يعني كانت في بير الطراز، دار عبد الله فرحات، دار مصر الفيلالي وانسابه يعني ماهوش بعيد، يعني حوالي يمكن 150 متر، يعني ابعد شويه دار عبد الله فرحات. قلت التقيت نور الدين حشاد. اي وقتها يعني بقيت معاهم. اصغر منك شويه في العمر؟ يمكن عام او عامين. شو انطباعك عليه نور الدين حشاد؟ والله يعني وقتها كان طفل، ربما مدلل شويه لانه فيه يعني اهتمام به اكثر من اي كان يعني. لكن تابعته فيما بعد يعني كرجل كمسؤول سياسي الى غير ذلك. هو خرج يبدو لي قدم استقاله متاخرا يعني من الحياه السياسيه. ماذا يعني متاخرا؟ نعم، ماذا يعني انه خرج متاخرا؟ يعني بعد التقاعد بكثير، يعني هو المفروض يعني يكون انه يشغل في الدوله. هناك من يرى بان نور الدين حشاد لا يملك من النباهه سوى انتمائه الى فرحات حشاد. واكيد ان يعني سيرته السياسيه كانت نتيجه لاسم هذا لا شك فيه. يعني فقط يعني ما قبلت الحقيقة في هالستين سنة الأخيرة من 52 من 53 ما قبلته، لكن تابع في حياته. نرجع لأحمد بن صالح. نعم. في 53 يعني جيء أبي أيضا يعني مع نور الدين حشاد، وحضرت وقتها وأنا عمري 11 عام يعني أكثر بي. مؤتمر اتحاد الشغل الذي عوض
عوض فيه يعني فرحة حشد. يعني وقتها يعني كانت عندي صورة حاليا للشخصيات اللي تعرفت عليها آنذاك واللي ستصبح فيما بعد بين 55 و 56 وزراء وكتاب دولة إلى غير ذلك. يعني هل عم تونس الشغل وقتها كان مستقل عن الحزب الحر الدستوري؟ لا شوف يعني ولا الكل كانوا كتلة واحدة في إطار عن الصراع مع المحتل؟ شوف يا سيدي الكريم، الحزب الحر الدستوري أولا كان هناك وحدة صمامة بين الاتحاد والحزب في تلك المرحلة وفيما بعد حتى بعد الاستقلال. يعني ينسى البعض أنه فرحات حشد مرحوم فرحات حشد هو الذي أدار هو الذي قاد الحركة الوطنية في غياب بورقيبة، يعني حتى الاغتياله في ديسمبر 52 بورقيبة اغتيل في يعني فرحات حشد لا بورقيبة يعني اعتقل في جانفي 52 وحشد اغتيل في ديسمبر 52. في تلك الفترة كان هو اللي يقود في الحركة الوطنية. شو الانطباع اللي تلقى على أحمد بن صالح في تلك الفترة؟ والله أحمد بن صالح عرفته في مراحل مختلفة. لهذا في لهذا أسأل يعني. إيه. وعرفته فيما بعد يعني حتى في سنوات المنفى. في السنين ويعني تلاقينا أكثر من مرة في سنوات المنفى. شوف يا سيدي الكريم، أنا أعتقد أنه رجل سياسي وأي إنسان يعني في الحياة يخطئ يرتكب أخطاء. فيها جزء يتحمل مسؤوليته هو، أجزاء أخرى تتحمل مسؤوليتها حكومة أو نظام. نعم. لكن المطلوب والمفروض على أي شخص يعني عنده حياة سياسية مثل ما عند سي أحمد بن صالح أن يعترف شوية بأخطائه. أنا أتذكر في 95 في مارس 95 التقينا لإهداء هذا الكتاب. نعم. التقينا في قهوة وفيه إشارة في فرنسا في قهوة في سان ميشيل. نعم. وفيه إشارة في الحقيقة لفترة الستينات وتجربة أحمد بن صالح. يعني ما فيش هجوم ولا حتى نقد، إنما فيه يعني قراءة أعتقد أنها موضوعية لفترة الستينات. فرفض أن قلت له يا سيدي أحمد يعني هل التجربة هذه متاع التعاضد، إحنا أنا ذاك كنا في 95 مرت عليها أكثر من 30 سنة، ليش ما تكتبش بما حدث في تونس في هذه التجربة؟ لكن مش فقط يعني كشخص يعني اسأل من معك إلى غير ذلك. لم يخرج وقتها إلا كتاب عنه، كتاب يعني حواري. نعم. يعني عمله له واحد فرنساوي. يعني بعد 30 سنة الواحد يقيم تجربته. والمؤسف في السياسيين التوانسة الواحد يعدي 50 عام ولا 60 عام في السياسة إذا عمل لي كتاب أو شو يعملوا كتب ويعترفوا بأخطاء. لا محمد مزالي، طهر بالخوجة، بيجي خالد السبسي مؤخرا، محمد الصياح. محمد مزالي رحمة الله عليه أنا قريت له كتابه، أنا ترجمته بالفرنسوية العربي، نصيب من الحقيقة. نصيب من الحقيقة ترجمته. عنده كتاب آخر يعني أصدر في التسعين تقريبا 89، أنا ذلك ترجمت نعرف يعني. ثم كنت في حوار دائم معه. عندما قرأت الكتاب قلت له محمد يعني لن تجيب على تساؤلات المواطنين، لأنه هو كتابه هذا تبرير لمواقفه لأعماله. مش مطلوب هذا من السياسي، يعني إنسان يتحمل مسؤولية في دولة في مستوى وزير أول ولا مستوى وزير كبير يعني كما أحمد بن صالح ويقول أخرج يعني ويخرج والله ما فيش أخطاء. كيفاش ما فيش أخطاء؟ يعني بن علي حكم 23 سنة وكان ممكن يعني لا قال غلطوني بن علي، اعترف بالخطأ لكن حمل مسؤوليته لغيره. يا سيدي يعني الشعوب تحتاج أكثر تقدير وأكثر احترام، اعترفوا بشيء. أنت ناوي تعترف بأخطائك؟ أنا ما تحملتش مسؤولية سياسية، أنا لم أتحمل مسؤولية سياسية في الدولة. فين سمعت بيا؟ لا معتمد، لا والي، لا وزير، لا ما زال المستقبل قدامك يا سيدي. بعد السبعين أنا لم في بعد السبعين، لا السبسي 85 سنة وأسس حزب جديد.
يعني شوف راشد الغنوشي يعني في مثل سنك أو أكثر، وهو رئيس حركة، الحركة الأكبر والأقوى والحاكمة في تونس. شوف يعني كل واحد واختياراته في الحياة. أنا عندما سن الحكمة 70، لا يعني سن الحكمة حتى قبل ذلك، يعني هي هو سن الحكمة واللي أرسل فيه يعني أكثر الرسل يعني في 40، لا 70 يعني مش الحكمة أكثر منها. اللي عنده تجربة يخليها يترجمها يكتبها للأجيال القادمة. قريت مذكرات متاع باجي قايد السبسي، مع كل أسف يعني ما شفتش عنده ولا عند الآخرين ما ينبئ بأن الناس هذو ما يتحملوا جزء من مسؤولية ما أحدث. يعني قلت لك يعني بن علي غدوة مش عارف هذا المؤقت دكتور مرزوقي أي دكتور مرزوقي، يعني لا للأسف هنا سنعود إلى مواصلة الحوار وإلى أحمد بن صالح تحديدا، ولكن نمر إلى فاصل، بعده نواصل دفاتر سياسية مع ضيفنا الدكتور أحمد المناعي.